السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن واحنا عايزين ناخد بعض الصور فيو بوينت، محتاجين نظهر ثيرد بيرسون اللي هو دوت. طيب خلينا نظهره، وانا باجي اخد اللقطة، يعني ممكن اقول له سيف فيو بوينت. قبل ما اخدها هدخل هنا في الخصائص واقول له سيتنج. طبعا تقدر تظبط الخصائص اللي موجودة هنا. هقول له ان انا عايز الشخص ده مثلا كونستراكشن وورك، اوكي، فبيبدأ يظهره لي في الشكل دوت، بحيث ان انت تشوف ارتفاع الحاجات. تمام، ممكن تيجي هنا في مشهد اخر وتقول له طب انا عايز اغير الشخصية ديت لمثلا دامي او انسان او اي حاجة انت عايزها. طبعا تقدر تعمل انيبل للثيرد بيرسون او لا، الفيور تقدر تغير الراديوس والهاي بتاعتها. اوكي، فيبدأ يظهر بالشكل دوت. هتلاقي شخصيات كتيرة ممكن ان انت تختار منها زي ما انت عايز، اوفيس ميل مثلا، فيطلع لك حد كده بشكل البدله، هو ده اللي بقى شخصيه اللي هيظهر معاك كل ما بتيجي تاخد الفيو بوينت.